أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة إذنة غرب الخليل. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن قوات الاحتلال داهمت وسط البلدة وعدد من الأحياء، وأشرعت بإطلاق قنابل الصوت والغاز صوب المدنيين ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق. وكثفت قوات الاحتلال في الآونة الأخيرة عمليات الاقتحام الليلية للبلدة، وتقوم باستفزاز المواطنين وإطلاق الرصاص والغاز السام، وتعمل على عرقلة الحياة عبر الحاجز العسكري الذي تقيمه بشكل على مدخل البلدة الرئيسية.